السلام عليكم، أهلا بالجميع. اليوم سنقدم لكم فيديو حول كيفية إجراء الفرض الإلكتروني لداروه في دورة استدراكية استثناء هذه السنة، واللي يبدأ من 12 سبتمبر حتى 23 سبتمبر لكل المستويات. وفي آخر الفيديو سنتكلم أيضا حول كيفية حساب معدل القبول بعد هذه الدورة الاستدراكية. تابعونا إذن على بركة الله. الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد خصص روابط لإجراء هذا الفرض لكل مستوى. للتعرف على هذه الروابط ما عليك أن تنظر تحت الفيديو لتجد كل الروابط كما تشاهده في هذه الصورة. ما عليك إلا الضغط على الرابط الخاص بمستواك. نأخذ مثال على الثانية ثانوي علوم. نقوم بالضغط على الرابط الخاص بهذا المستوى. الذي سيحولنا إلى صفحة الأرضية. لإجراء هذا الفرض ستحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة المرور. نقوم بنسخ اسم المستخدم ستادير كوبيي، ونقوم باللصق ستادير كولي في الخانة المناسبة على هذه الصفحة. نفس الشيء لكلمة المرور، وهكذا ستتاح لنا الفرصة للدخول إلى هذه الأرضية كما تشاهده على الصورة. أما فيما يخص علامة القبول وكيفية حسابها، فهذه المرة لن تكون طريقة لحساب هذا المعدل، بل علامة هذا الفرض الإلكتروني الاستدراكي هو الذي يحدد قبولك أو إعادتك للسنة. فإذا تحصلت على 10 أو أكثر فإنك مقبول. أما إذا تحصلت تحت 10 فستعيد السنة. لا تنسوا الاشتراك والتفاعل معنا لكي لا تفوتوا أي معلومة جديدة. بالتوفيق للجميع.